ما تشوف النمو ديال الشجره ديالك، النمو ديال البراعم الجديده، النمو ديال البراعم الجديده بهذا اللون، يعني احمر داكن، احمر داكن، يعني اعلم بان الشجره ديالك راه تنمو وتمشي بشكل جيد. اهو احمر داكن الشجره، يعني راها ممتازه، ما فيها ما عندهاش حتى شي نقص في العناصر. هي تعاني، انا قلت لكم كثره الانتاج والامتصاص اللي كيوقع لها بالنسبه للاحمال اللي كتحمل، الاحمال اللي كتحمل. لاحظوا معايا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، انتاج دائما كيف كنقول لكم من الانتاج ديال الحامض، اربع فصول كيكون في الثلث السفلي مع التقليم والطريقه كيف وريتكم. هنا بعض الاخوان كيقولوا شوف، كيقول لك حامضك دلي، شوف كيف مدلي، شفتي كيف قلت لك ذاك المثل، لاحظ مع القص يعني كيخرج الانتاج غير مكثف، يعني كما الطريقه اللي قلت لكم، يعني يكون مبتعد عن بعضه، ما يكونش مجموع. لاحظوا ان شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك. دائما الثلث السفلي ديال الشجره والوسط ديالها المكان الدافئ اللي ما فيهش الرياح، لان الرياح كتسقط الاوراق وكتسقط في نفس الوقت يعني الازهار. ما شاء الله، لاحظوا هذه، ما شاء الله تبارك الله، يعني الانتاج كتطرح لي سؤال، يعني كميه الانتاج شحال ممكن الشجره تعطيه على حسب العمر ديالها، يعني الا عطيتيها المواد يعني والسقي منتظم والعناية المكثفة غتشوف الخير الكثير من الشجرة، يعني الخير الكثير. غنشوف هذه كذلك، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالق، اللهم بارك وزيد في ذلك. يعني خير الكثير، يعني دابا الشجرة يعني كتعطي الأوراق وتعطي الإنتاج كيف كتلاحظوا الكمية ديال الإنتاج والأزهار يعني والنموات، زائد الحشرات كيفاش تقوي نفسها من الحشرات، يعني الشجرة عندها واحد الثقل كبير، لهذا كتلقاها يعني مدبدبة كتعاني كتعاني. والاخوان اللي كيستعملوا المواد يعني كالحديد والعناصر الصغرى بشكل كثير والاسمده الكيماويه بشكل كثير، كتلقى عندهم الاوراق خضراء، ماشي هذا هو يعني اوراق خضراء صافي الشجره راها جيده، راه ممكن يكون عندها اوراق خضراء والشجره تكون ماشي جيده. لاحظوا يعني البراعم كتخرج جديده، اللون بهذا اللون على بين الشجره ديالك راها بصحه جيده، غير الاحمال ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا الانتاج والنموات الجديده والبراعم كتلاحظوا التزهير، والتزهير ما شاء الله، والانتاج ما شاء الله، لاحظوا انتاج بشكل كثير، اللهم بارك وزيد في ذلك. لهذا الاخوان كما قال لي واحد الاخ، بالنسبه للانتاج ديال الحامض كيعطي في الوقت اللي يكون هو رخيص، كيعطي انتاج كثير. احنا دابا يعني شهر 4 ننتج الحامض، ومع ذلك مازال تنتج
الحامض في الصيف. هو هذا يوجد في الصيف، لاحظوا الكميه، انا كنهضر لكم على مثلا هذا يقدر يوجد من شهر 4 وبعض الوحدات من القديم ها هما بقاو. هذا اللي جنيناه كنت عملت له فيديو، بقاو بعض الوحدات كتشوفوهم في الاعلى، بعض الوحدات في الاعلى. يعني هذه الشجره فيها الخير الكثير وتعطي السنه كلها. لهذا قلت للاخوان، قال لي بالنسبه للكميه كتعطي الكميه بشكل كثير في ملي كيكون رخيص، يعني رخيص. طبعا كيتعطي انتاج كثير في وقت اللي كيكون الحامض رخيص، ولكن مع الانتاج والجوده، يعني الماء كتكون الحامضه ممتلئه بالماء كيعطي الوزن. في الصيف كتكون الكميه قليله ديال الحوامض ديال الحبات يعني، ولكن الثمن غالي. اذا دائما الفلاح عنده توازن. لاحظوا معايا، انا حاولت هذا الفيديو كامل نعمل لكم على البراعم الجديده باش الفلاح يكون مطمئن رغم الصفرار، يكون عندك صفرار في الاوراق، ولكن خاص يكون الانتاج كثير. طبعا بالمواد العضويه، انا كنتكلم لكم التسميد العضوي، التسميد العضوي والسماد البلدي المتحلل بدون وضع المواد الاخرى. لاحظوا ما شاء الله. اذا ما تخافش الاخ، لا مجرد غير تشوف يعني نموات البراعم الجديده ديال الاشجار ديالك بهذا اللون هذا ماشيه بشكل جيد، يعني الشجره ديالك راه تمشي بشكل جيد. حنا دابا قال لك اواخر شهر 2 يعني بدايه شهر 3 يلا الاشجار غديمار، دابا الوقت يسخن الحال وغديمار الاشجار بشكل جيد وغتشوف الخير الكثير. وهذا امر الله سبحانه وتعالى هو الذي بارك فيه، بارك فيه. لولا فضل الله عز وجل علينا، رغم ان هذه السنه كما تعلمون يعني شح الامطار وكل في ذلك خير، يعني كيف كنقولوا حنا ما عرفتي علاش اشنو لقيت. الاوراق اللي كتكون مكمشه لتحت، راه دائما كنقول لكم اوراق مكمشه منكمشه الى التحت، فاعلم بان الشجره اوراق فيها مشكل. ها اوراق فيها مشكل. المشكل شنو هو؟ راه هو الافه ديال الحوامض وهي العناكب. والحمد لله فضل كبير بالنسبه للمزرعه ديالنا، الحمد لله حنا كنتعاملوا بداك الشيء اورغانيك، مهيئين واحد الجو للنحل، وهذا شرف عظيم. انا ما عنديش النحل، ولكن النحل كيجيني من اماكن اخرى، حاولت ما امكن كما قلت لكم في فيديوهات على النحل، من الانسان يحاول يزرع للنحل، يزرع ليه، يغرس ليه، يهيئ ليه مناخ، وملي ينتج وإلا جاع اعطيه غير داكشي اللي ينتج، اعطيه عديالو، حاول تساعديه، اعطيه عديالو، ما تعطيش السكر والمواد المصنعه. الاخوه المربين حاولوا، انسان ما يكونش برغماتي يحب نفسه فقط. خديتي العسل وانت ما كدفع حتى شي، يعني كتاخذ العسل ببلاش كما كيقولوا ببلاش، شنو المجهود اللي كتقوم به؟ النحل كيرعى راسو، انت شريتي يعني خليات نحل ووضعتيها في مكان، والنحل هو كيرعى وكيجيب لك العسل، وانت يعني بدون مجهود كتاخذ العسل بدون مجهود. على الاقل غير في الوقت اللي كيكون يعني الازهار وداك الشيء قليله، حاول ما امكن تعطيه داك الشيء اللي ينتج، وكليه خلي ليه داك الشيء اللي ما تجوعيش، هذا اقل شيء ما يمكن فعله من طرفك انت. لهذا الاخوان نحاول الانسان ما يكونش استنزافي وبرغماتي يحب نفسه فقط. راه النحل كما قلت لكم، راه لو تعلمون الدور اللي كيقوم به، والله العظيم هذه الحشره، هذا الكائن الحي اللي مجد الله عز وجل ودار لي صوره خاصه به سماها صوره النحل، واوحى الله عز وجل، الحشره الوحيده التي اوحى الى الله عز وجل هي النحل. راه فيه يعني الانسان يحاول ما امكن يوضع، يهيئ ليه مناخ، يهيئ ليه الظروف، يدير له مزارع، يزرع له محابق، يحاول ما امكن ما يستعملش المواد السامه، يحافظ على البيئه. انا والله ملي كنشوف النحل في المزرعه ديالي والله يعني كنفرح بشكل كثير، كنفرح بشكل كثير. قلت ليه شرف عظيم، والله شرف عظيم يجي عندك النحل، رغم انه ماشي ديالي، ماشي ديالي، ماشي انا ديالي، يعني ملاك يستغله، ولكن انا كذلك استغله. يلقح كيف كتلاحظ هو كيلقح الازهار، يلقح الازهار، وهذا شرف عظيم. يعني انا كنستافد انا ويستفد اخي الاخر،
ويستفيد من يشتريه ويستعمله، هذا شرف عظيم وفيه خير كثير. هذا هما الامور اللي كيزهل المزارعين وفيها الخير الكثير اللي غدي يوم القيامه غتخرج ليه كحسنات كجبال تهامه، يعني حسنات لا تعد ولا تحصى من الحشرات يعني والطيور وكذا، الامور اللي هيئ ليها. دائما اقول لكم رجعوا البراعم، البرعم اللي كيكون بهذا اللون عرف بان الشجره تمشي بشكل جيد وامر ممتاز رغم اصفرار الاوراق. انا قلت لكم راه الاحمال ديال الاشجار لانها طبقات والشجره كيولي عليها ضغط ضغط بعد ما شاء الله تبارك الله، فضل من الله ونعمه. النحل الليمون عامض بدرجات بدرجات بدرجات. اسمع لا لا تسمع لا طنين النحل، وهذا شرف عظيم رغم ان الناس الان كلها تشتكي وتبكي من موت النحل ومن فقدان النحل، وهذا شرف عظيم والله شرف عظيم. الحمد لله والشكر لله على فضله واحسانه. اخوان ما تنسوناش باللايكات ديالكم والبارتاج، وخليوا لنا شي تعليق للحوار وللمناقشة ولتبادل الأفكار والتجارب، ونعاونوا بعضياتنا ونساعد كلنا نساعدوا بعضياتنا لتعم الفائدة. ما شاء الله تبارك الله، يعني نحل بشكل كثير وهذا شرف عظيم والله. أنا فرحان وفي غبطة جد مسرور. لاحظوا ما شاء الله، يعني يأتي من كل فج عميق وما كان داويش على قبله، يعني ما كاينش أدوية مبيدات نهائيا، يعني سقي مع أسمدة عضوية رغم أن كيف وريتكم العناكب، ولكن شي كيدوز هو وجه شي كيف كيقول شي كيدوز هو وجه ولكن شي كيدوز هو وجه شي كيف كيقول شي كيدوز هو وجه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.